كلمه او تي تي هي معناتها اوفر ذا توب، يعني هي اجت حلت محل الشيء نسميه نحن الاي بي تي في. الاي بي تي في هو عباره عن سيت اب بوكس بينحط بالبيت، بينوصل بكابل، وبتاخذي من خلال هالسيت اب بوكس محتوى اتش بي او، محتوى او اس ان، حتى ما نذكر ونعمل دعايه لهالشركات، محتوى تلفزيوني عاده والناس بتستعمله بالبيوت لتتفرج على التي في بشكل سهل. تقنيه الاوفر ذا توب هي بتعتمد كليا على الانترنت، يعني اليوم بكفي يكون عندك بالبيت سمارت تي في، تلفزيون ذكي هلا، وخدمه الانترنت انت بتصيري فيكي تحضري باقات من اختيارك، بتقدمها هيئه اجر وزاره الاتصالات على التلفزيون باستعمال الانترنت، وهذا الشيء بدون ما انت تكوني عم تستهلكي من كوتا الانترنت اللي انت شاريتيها. نعم. من وزارة الاتصالات. هيدي مهمة، يعني هيدي المنصة اللي بده يحضر على التلفزيون عبرها ما بيكون عم يصرف الانترنت اللي هو اخدهم من أجيره. أكيد لا، هيدي جزء من الاشتراك تبع التي في بتكون موجودة، بس ما بنحسب عليه الكوتا الانترنت اللي هو بيستخدمها ليتفرج على التي في. بكل بساطة يعني عم نبسط الموضوع لهالدرجة، يعني عم نفوت تلفزيونات، أقنية التلفزيونات والمحتوى على البيوت من خلال الانترنت عبر التلفزيون الذكي سمارت تي في. هيدا هو مبدأ الاو تي تي، واللي هو منتشر منه شيء جديد، يعني لا. اليوم بالإمارات العربية، بالسعودية، بكل دول الخليج، بمصر، بكل دول العالم خدمة الاو تي تي موجودة، أو ستريمينج عن طريق الانترنت موجود بكل أنحاء العالم. ولكن نحن اليوم ما كان عندنا بنية تحتية كانت كافية لما طلعنا بالمشروع من 4 سنين، ولكن مع تطور الفايبر بالبلد وتحسن الشبكة النحاسية بكثير من المناطق سمح لنا أنه اليوم نكون جاهزين لعرض هالخدمة على اللبنانيين عبر هيئة أجيرو. هيئة أجيرو، طيب، يعني الـ OTT هي منصة. نعم. بتكون موجودة على التلفزيون إذا اشترك فيها المواطن. هي بيكون أبليكيشن. أبليكيشن. مثل على التي في. خلينا نقول مثل نتفليكس. إنه. صحيح. خلينا نعطي شوية أمثلة بس. صحيح. لحتى الناس. يعني. شاهد. نتفليكس. ديزني أو ديزني بلس بتكون موجودة على التي في عند المشترك. هل بيشترك فيها من أجل الحصول على المحتوى. ما هو هذا المحتوى؟ المشتركين بقلب هذه المنصة من أصحاب المحتوى اللبنانيين. صحيح، اللبنانيين وغير اللبنانيين، يعني ممكن تكون أقنية تلفزيونية أجنبية مشتركة بهالباقات، ممكن تكون قنوات لبنانية مشتركة بهالباقات، أي مقدم محتوى. حلاوة المشروع اللي نحن مقدمينه أنه أي شخص بلبنان عنده محتوى، خلينا نقول شرعي، يعني الحقوق الملكية الفكرية محترمة، مش محتوى مقرصن، بحق له يتقدم من وزارة الاتصالات ومن هيئة أجر يقول أنا بدي سوق لهالمحتوى ويكون ضمن باقات أنتوا عم تعملوها. بفوت المشترك بنقي هالمحتوى، بنقي مسلسلات فيديو اون ديماند، بنقي شبكة تلفزيونية مثلا المحلية بده، يعني بنقي هو اللي حسب هو بده رياضة ولا لا، كله بتصرف صار عبر هالمنصة، عبر هالابليكيشن. المنصة أو العقل المدبر لكل نقل المحتوى هو حيكون موجود بهيئة أجيرو. أجيرو بتدير كل هالمنصة، هي بس بتنسق عملية إدخال المحتوى على المنصة وتوزيعه على المشتركين اللي موجودين ببيوتهم. مين هن إذا بدك المرشحين انه يكونوا بقلب هذه المنصه الاوائل بلبنان؟ يعني مين هن اللي تنطلق من خلالهم هذه المنصه؟ هل ممكن يكونوا مثلا القنوات اللبنانيه؟ هلا نحن انه اليوم التوزيع تبع القنوات اللبنانيه، خلينا هلا نحكي اللبنانيين مثل ما هن عندهم بالبيت. كنا عم نحكي انه قديش مستوى الناس يلي بيعرفوا يشتغلوا على التلفزيون الذكي، قد ايه؟ هلا ما فينا نقول انه في كثير ناس ما عندها، اذا بدك طريقه التعامل مع التكنولوجيا اللي عم نحطها نحن ببيوتنا. سمارت تي في شغله سهله. سهله ايه. ولكن اليوم بنفس الوقت سهله ومعقده بنفس الوقت، لانه صارت بتتضمن برمجيات بقلب التي في اللي مش سهل التعامل معها اذا ما كان في حدا مطلع شوي صغيره او بيحاول يفتش
كيف يستعمل هالتلفزيون الذكي بالبيت. ولكن نحن بلشتي سؤالك عم نقول مين بيستفيد؟ اللي بيستفيد اول شيء خلينا نكون واقعيين، اول شيء نحن دور وزاره الاتصالات وهيئه اجيره انه تشجع المحتوى اللبناني يكون موجود على متناول يد بمتناول يد كل اللبنانيين بافضل جوده ممكنه. فاذا اول مستفيد من هالموضوع هو الاقنيه التلفزيونيه اللبنانيه ومقدمي المحتوى اللبنانيين. كيف يعني؟ خلينا نشرحها. يعني هلا نحن بالبيت بيجينا مثلا قناة الجديد والقنوات الاخرى عبر الدش. هلا نحن عبر شو بقولوا عبر الانترنت 100% شو بقولوا يعني بتعرف انه الناس بقولوا من الدش من صاحب الدش من ديك الحي صح. طيب اشرح لي شوي اكثر عمليه الانتقال كيف بتصير من ديك الحي الى الاو تي تي، وكيف هيدي عملية الانتقال ممكن تحفظ حقوق كل المعنيين بالموضوع؟ أولا المحتوى اللي حتنقله هي تأجيره مدفوع، يعني في له مقابل، هذا اشتراك، لأنه وزارة الاتصالات وهي تأجيره ما بتعطي شيء بلاش. يعني اليوم نعيد الخدمة نحن عم نعمل فيها استثمارات، في بدل بده يجي لوزارة الاتصالات، فإذا في بدل بده يندفع لقاء الاشتراك. فيك تحضري بي ان بدون ما تدفعي الاشتراك، حتى دش بيقول لك ببطولة العالم ولا انا بدي مرق لك بدي زيد 20 30 دولار لخليكي تحضري رياضه. هون المبدا مقونا اكثر، نحن عم نقول في عندنا محتوى شرعي ندفع فيه حقوق الملكيه وبندفع حقوق البث للمقدم المحتوى، بدنا ناخذ بدل من المواطن. العمليه بسيطه، نحن ما لنا علاقه مع ديك الحي، نحن اليوم فاتين على بيتك وبيت 400 الف لبناني من خلال شبكة الهاتف والإنترنت، يعني قادرين نوصل هالخدمة لل 400 ألف شخص ونقدم خدمة الأو تي تي عبر الإنترنت للمواطن ببيته. ديك الحي موضوع آخر، ديك الحي مادة شبكة غير شرعية، كوابل على أعمدة الكهرباء وأعمدة الاتصالات محل ما بتكون موجودة، نحن ما إلنا علاقة فيه أبداً.